تتصاعد مؤشرات اقتراب معركة الحديدة التي يراد لها أن تكون محطة مفصلية في مسار الحرب ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع. بيان الحكومة الأخير يشير إلى أن تحضيرات عملية استعادة المدينة دخلت مراحلها الأخيرة، على الرغم من أن قوات الحكومة لا تزال على بعد ما يقارب 200 كيلومتر من الحديدة. البيان الذي بدأ رداً على التصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي أكدت فيه الحكومة أن تحركات الجيش الوطني مدعوماً بقوات التحالف العربي لتحرير مناطق الساحل الغربي تأتي في إطار حرص الحكومة على إنهاء معاناة المواطنين في تلك المناطق وإخراج الميليشيا منها. وكان المبعوث الأممي قد حذر في بيان مقتضب من أن الاشتباكات العسكرية الجارية على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن ستؤدي إلى تفاقم الحالة الإنسانية الكارثية، منبهاً إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين محاصرون في منطقة الحرب دون الحصول على المساعدة الإنسانية اللازمة وغير قادرين على الفرار إلى بر الأمان حسب قوله. بيان الحكومة الأخير جاء مشفوعاً بعدد من التبريرات التي أرادت الحكومة من خلالها توضيح أهمية استعادة الحديدة من أيدي الميليشيا بعد أن أصبحت المدينة وميناؤها مؤخراً بمثابة شريان الحياة الذي يطيل من عمر سلطة الميليشيا الحاكمة في صنعاء. تقول الحكومة إن ميليشيا الحوثي والمخلوع تستخدم الحديدة منفذاً للحصول على ما تريده من تمويلات لحربها ضد اليمنيين من خلال الاستيلاء على المساعدات الإنسانية والتجارة التي تصل إليه، بل إضافة إلى استخدامها للميناء كقاعدة للعمليات العسكرية التي تستهدف الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر